معنا في هذا الجزئية مبادرة رائعة جدا وهي دماؤنا صدقة. أسعد بأن يكون معي مؤسس هذه المبادرة الأستاذ مازن أحمد الشابحي، حياك الله سيدي الكريم. الله يحييك، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاكم الأجر. آمين. نشكركم على هذه الاستضافة. ونشكر قناة المجد، نشكر المستمعين والمستمعات. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة موفقة. حبيبي الغالي مازن، كيف جتك الفكرة وأسست هذه المبادرة؟ طيب، في البداية أنا بتكلم عن نشاط المبادرة وبعد ذلك أتكلم عن البداية. لا، متى بدأت؟ كيف جتك الفكرة وبديت بعدين أتكلم؟ بدأنا الله يطول عمرك في 2013. كانت فكرة جدا بسيطة. جاء أحد الأقارب طلب مني تبرع بالدم لزوجته عندها عملية قيصرية. أخذت معلومات المريضة ونزلتها في حسابي الشخصي، ثم بعد ذلك في تويتر. إيه، في حسابي الشخصي في تويتر. هذا الخطوة، رقم ملفها فصيلة ووضعت وقت يمارسونه كثير وقت في تويتر. وقت افتتاح بنك الدم. ثم بعد ذلك جو 4 متبرعين عن طريق تويتر. ومن هنا بدأت الانطلاقة مع ولادة هذه الطفلة. وحبيت تنظم هذا العمل وسويت المبادرة. نعم نعم. طيب، كلمنا عن نشاطك. نشاط مبادرة دماؤنا صدقة هي تعمل تحت الجمعية السعودية للعمل التطوعي، جمعية تكاتف. نشاطها هي التنسيق. أنت حولت هذه الفكرة لعمل مؤسسي. نعم، حولنا هذه الفكرة للعمل، يعني تقريبا يكون منظم. التنسيق ما بين متبرعي ومحتاجي. الدم، الصفائح الدموية، الأعضاء، الكلى، يعني مثل الكلى والكبد. وعمل حملات ميدانية لأهمية التثقيف والتبرع بالدم. كيف ميدانية يعني؟ حملات ميدانية، نتعامل مع مستشفيات كبرى مثل مستشفى الحرس الوطني. وتروحون تقيمون عندهم فعالية وحملة؟ نقيم مو عندهم. نقيم مثلا في 2018 قمنا في الجنادرية. في معرض الكتاب. في منطقة البجيري، في منطقة الطائف، في أماكن متفرقة في المملكة. طيب، أنت مازن متطوع واحد، أشركت معك متطوعين في هذه المبادرة؟ أنا كانت بدايتي في 2013 لحالي. ثم بعد ذلك وجدت أنه علي ضغط. استقطبت أعضاء معايا، تقريبا كنا 4 أعضاء. اليوم بفضل نعمة من الله وصلنا إلى 25 عضو، منهم أصحاب اختصاص. أنت استقطبت أعضاء، وإحنا بنستقطب الآن عضوة كريمة، الأستاذة ميساء أبو السمح، وهي نائبة الرئيس. أهلا يا أستاذة ميساء. كنا نسأل الأخ الكريم عن الفكرة والنشاط، فقال أن استقطب أعضاء. ما دورك في هذه المبادرة؟ صحيح. أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا المبادرة بدأت بأعضاء قليلين، وما شاء الله يعني مع الأيام بدأ يزيد عدد الأعضاء. ما شاء الله. كوننا أسرة. يعني جمال المبادرة أنه الأعضاء بيننا وبين بعض أسرة. جميعنا أعضاء غير متفرغين، كلنا عندنا أعمال، كلنا ندرس، كلنا غير متفرغين، لكن نعمل بحب وقلبنا واحد على المبادرة. نشاطكم احترافي يا ميسر. الله يسعدك. غير متفرغين لكنكم تعملون باحترافية. دائما نحاول قد ما نقدر أنه إحنا نقدم الخدمة بأفضل ما يكون، لأنه الناس اللي إحنا نخدمهم هم ناس في أسوأ حالاتهم، خايفين على أقاربهم، خايفين عليهم، ويحتاجوا أنه أحد أقل شيء أنه يوقف معاهم ويسندهم. طيب، أنت ممكن ترسلي رسالة للذين لديهم نفس التطوع في مثل هذا المسار، إيش ممكن تقولين؟ أقول لهم أي دقيقة تقضوها في العمل التطوعي مهما كان نوعه، يعني احنا اخترنا مسار التبرع بالدم، والله الدقيقة هذه انها تفرق في حياتكم بركة وسعادة، ويعني سبحان الله النفسية تتغير. شكرا جزيلا يا ميسة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وكانت رسالة رائعة حقيقة، ان الدقيقة لها ذات أهمية. ثم بعد ذلك تطور النشاط وأصبحتم تقدمون أرقام. نعم، تطور النشاط، أصبحنا مقسمين، قسم يعمل بمجال المناوبات، نحن نعمل 24 ساعة. 24 ساعة أنتم جاهزين؟ إيه نعم. ما شاء الله. نستقبل الرسائل. قسم يعمل حملات ميدانية. أيوة. قسم مهتم في حالات الكلى والكبد، وقسم مهتم بأعمال التبرع بالدم.
جميل، وأعطني أرقام. أرقام، إحنا لما بدأت أنا في 2013 كان الهدف حقي حالة واحدة، واحد فقط، لو أنه أكتفى شخص من هذا الحساب لك الله الحمد، اللهم لك الحمد. أحسنت والله. اليوم بعد تقريبا 8 سنوات حققنا أكثر من 11 ألف حالة من 2013 إلى 2018. الله، نسقت 11 ألف حالة. نعم ليست مو أنا الحالي، معايا لا فريق. أنا أقصد نعم. المبادرة. نعم موثق 11 ألف حالة. نعم الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. وأنتم عندكم، أنتم كيف التواصل معكم؟ عندكم حساب في تويتر؟ نعم، لدينا حساب في تويتر، ولدينا رقم واتساب، ولدينا في إنستغرام في برامج التواصل الاجتماعي، ولدينا إيميل. طيب الآن أنتم ما المدة الزمنية التي تستقطبون المتبرع للطالب؟ يعني في كم أنت مدة زمنية؟ إحنا لدينا قاعدة بيانات، كوننا قاعدة بيانات للمتبرعين، صاروا كأنهم أصدقاء المبادرة. أنتم مجهزين أصلاً القائمة. نعم. فمباشرة إذا كان في حالة مباشرة تخرجوا من البنك. نتوجه موزع القوائم بفصائل بالمدن. ما شاء الله. فأي يعني مثلاً يعني يجي شخص يطلب تبرع بالدم، لدينا القائمة، فين هو في مدينة الرياض مثلاً، لدينا قائمة بالفصيلة نوجهه، يكون تبرع قبل شهرين فعلى طول نوجهه إلى المستشفى. أضف إلى ذلك أنه لدينا قاعدة بيانات بالأوقات التبرع بالدم في مستشفيات المملكة كاملة. جميل، أنت متواصل مع المستشفيات وماخذ البيانات. نعم. قاعدة. نعم. بيانات. نحن تتعامل مع بينكم تواصل مع أصحاب القرار في المستشفيات. نعم، إحنا في 2018 قمنا بأكثر من 12 حملة. إيه؟ لدينا تواصل معهم ولدينا تكريم منهم الله يجزاهم خير، فيشعروا بالمجهود اللي احنا نقوم به. أنتم حظيتم بتكريم من صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندرة من منطقة الرياض. صحيح، هذا الإنجاز يعني كان في 2018، الله يجزاه خير سمو صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندرة من منطقة الرياض قام بتكريمنا في 1 فبراير 2018، هذا يعتبر وسام للمبادرة. يعني ما شاء الله تبارك الله، ما يتصل عليكم أحد يطلب إلا أصلاً جاهزين في دقائق معدودة أو وقت معين يكون الأمر تم. اللهم لك الحمد. نعم. ما شاء الله يا مازن. طيب يا مازن، ما خططك المستقبلية؟ ماذا تريد أن تصبح؟ في المبادرة طبعاً. طيب في المبادرة بإذن الله نعمل نحن على انفصال دماؤنا صدقة لكي تكون جمعية وحيدة تهتم وتعنى بالتنسيق ما بين متبرعي ومحتاجي الدم. طيب، وتكون منفصلة جمعية، هذا هو دورها أساسا. طيب اسمع لي، وأنا أؤكد على دوركم الجميل الذي جعلكم تستقطبون أو تقنعون الأستاذ محمد الغامدي وهو أحد المتبرعين بالكيلة. حياك الله سيدي الكريم. هلا حياك الله يا أبوي، السلام عليكم. محمد الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية. أنت تأثرت من هذه المبادرة فبادرت وتبرعت لشخص لا تعرفه بالكلى، حدثنا عن هذه التجربة سريعا في دقيقة. طيب ببداية الأمر أول شيء أشكر الأخ مازن الحربي مبادرة دمعنا صدقة، تواصلت معهم لأكثر من حالة أيوة محمد يبدو أن الخط انقطع، لكن محمد بادر وتبرع. أنت تعرف قصة محمد؟ هو وجدته لحالة بعدين ما توفرت. أخونا محمد الغامدي الله يجزاه خير سريعاً يعني تواصل معنا، يبغى يتبرع لحالة، نسقنا له مع أكثر من حالة ما شاء الله، ولم تتم بحكم انه عدم التكافؤ. كم عندكم من تبرع بغير الدم، بالكلى ولا بالكبد؟ عندنا بالكلى. إيه؟ حاله اخونا محمد الغامدي. إيه؟ عندنا بالكبد. إيه؟ اخت الله يجزاها خير فاعله خير. إيه؟ تبرعت لطفله لا تعرفها ولا هي من اقاربها. شكرا جزيلا يا مازن الشابحي على هذه المبادره وعلى هذا الحضور. شكرا، ممنون لك يا سيدي الكريم. الله يحفظك ويطول عمرك. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.